حضراتكم مرة تانية. النهاردة أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس السيسي توجه إلى نيويورك لمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. سيادة الرئيس هتشمل كلمته رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة وموقف مصر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود مصر في دعم ومكافحة الإرهاب الدولي. احنا معانا على الهاتف الدكتور سعد زونت استاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا حضرتك. ايه الرسائل المتوقعة ان السيد الرئيس يشير اليها في كلمته؟ في حاجات الحقيقة لازالت ممتدة يعني مستمرة وفي حاجات جديدة. بالنسبة للحاجات اللي الرئيس حقق من اول لقاء ليه في الامم المتحدة اتكلم على ان مصر بتقدم للناس الخير على انها ام الدنيا. وكانت انت احنا فاكرين كان بيتكلم في موضوع قناة السويس لو احنا فاكرين الجديدة وقال ان دي هدية مصر للعالم. ايوه فعلا. واتكلم في موضوع مكافحة الارهاب واتمنى ان العالم يصطف لمكافحة الارهاب. مظبوط. دي حاجة من الحاجات اللي هي اللي هي بتستدعى مرة تانية. النهاردة الرئيس النهاردة بيركز من ضمن النقاط اللي بيركز عليها مكافحة الارهاب. وانا بعتقد ان رؤية مصر كانت واضحة جدا وقوية جدا في مؤتمر الرياض للارهاب لمكافحة الارهاب لو احنا فاكرين. أيوة. فقط بيؤكد على ان مصر لم تتوقف على الرغم من ان هي لوحدها بتكافح الارهاب لوحدها بتتحمل تكلفة الارهاب وهي تكلفة كبيرة جدا طبعا. المشروع او التكلفة اللي بتتحملها قواتنا المسلحة والشرطة المصرية او الشعب المصري او الحمل الكبير على اقتصادنا في الفترة ومصر تحملته بالفعل وما زالت تتحمله. نعم ولا زلنا. نعم ولا زلنا. فهو بيؤكد مؤكد هيؤكد على هذا المعنى. ثم الجديد في العالم لان خدي بالك ان في النهارده منطقه الشرق الاوسط الحقيقه بتمر بمرحله في منتهى الخطوره لان أيوة. في اعاده هتافه لخريطه المنطقه ربما ان في توجه جديد لنظام امن اقليمي جديد في المنطقه ربما ان في اعداء جدد بداوا يفتح ناسه وبدا يقبو الاخر. في حاجات الحقيقه واضح ان المنطقه بتتغير. حضرتك شايف كده يا فندم؟ حضرتك نعم شايف طبعًا. ان في تغير في المنطقه؟ طبعا النهارده لما نتكلم النهارده على اللي بيحصل في المنطقه خاصه للقضيه القضيه الفلسطينيه واصرار امريكا الحقيقه بمفردها دون حتى عن الغرب التقليد في ان هو يجيب هذه القضيه ويطلب حلول كلها في غير صالح مش في غير صالح القضيه ولا الفلسطينيين مغالطه تاريخيه كبيره الحقيقه احنا بيقعوا فيها النهارده. وترامب باعترافه بالقدس ثم بتشجيعه للقوانين اللي بتطلع في اسرائيل بيهوديه الدوله ثم اعلانه من كام يوم بس ان سوف تفرض حلول ما يعرف بصفقة القرن اللي هي تقريبا بتجيب القضية الفلسطينية. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان في تغير حاجة الحقيقة لدعم. وانا بعتقد ان السيد الرئيس عنده من الجرأة والشجاعة او يقينا عنده من الجرأة والشجاعة انه يعلم في الامم المتحدة ان المنطقة في خطر وخطر شديد ويا ريت بس لغاية كده للقضية دي. لا ده هم خلقوا لك ازمات ثانية. أيوة. للاسف انت كان ممكن من سنه تتحل القضيه تخلص الحلول السياسيه في سوريا. امريكا بتعطلها وبترجع تاني مره ثانيه النهارده تدخلها ربما في مناكفات عسكريه احنا كنا خلاص انتهينا منها. ايوه المهم ان انت عندك الموضوع القطري النهارده احنا في حاجه خطيره للغايه برضه بتؤثر في المنطقه. النهارده قطر بتبعت رساله لنتنياهو وعندها استعداد انها تساعده في ان بقى في دوله فلسطينيه في غزه. ايوه بالفعل. السلطه الفلسطينيه مش موجوده يعني في لغط كبير. ولذلك انا متصور ان الرساله الاهم للسيد الرئيس انه يعلن قدام العالم كله ان المنطقه في خطر شديد وان امريكا سواء هيقول الكلام ده بشكل مباشر او غير مباشر
في التوجه الامريكي النهارده في منتهى الخطوره على اعاده هندسه الاوطان في المنطقه. تمام، انا بعتقد دي الرساله الاهم. اشكرك يا دكتور. ميرسي يا دكتور، الف شكر الف شكر.